في أوروبا قالت كريستين لاغارد رئيسة المركز الأوروبي إن البنك سيواصل رفع الفائدة طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وأكدت لاغارد أن المركزي الأوروبي لديه عزم على إعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب، معبرة عن سعادتها بالإشارات الإيجابية من اقتصاد منطقة اليورو خلال الأسابيع القليلة الماضية. كما أشارت إلى أن التضخم لا يزال مرتفع بكل المقاييس وأن سوق العمل يمكن أن يبقي ضغوط الأسعار مرتفعة.